ولما حطتنا رشا رح تروح طبعا للفقره النفسيه والاجتماعيه. رح نحكي بفقرتنا عن المراه ودور المراه. طبعا دائما نعرف ان الاسره هي عماد المجتمع والاسره عماد المراه، فاذا كانت المراه قادره على بناء اسره متكامله فرح يكون في المجتمع عنا علماء وعنا ايضا من جميع المجالات، ولكن بنفسيه وبطريقه صحيحه. رح نحكي اكثر عن دور المراه في المجتمع وتفاصيل اخرى مع طبعا ضيفتنا بالاستوديو الاستاذه سلوى عرنوس، وهي خبيره بمهارات الحياه وايضا بالوعي الانثوي. سعد صباحك واهلا وسهلا سلوى. صباح الخير. صباح الخير. حلو يكون هيك بدايه فقراتنا. المراه طبعا ما فينا نختلف يعني انه هي دائما هي اساس بكل شيء، يعني حتى لو اليوم كان في زعل شوي سلمى انه لا اكيد الرجل له دور بحياه المجتمع بشكل عام، ولكن دائما عم بيكون المسؤوليه الاكبر عند المراه. صح. خلينا نبلش نفسيا واجتماعيا. اي حدا فينا عم يمرق بفتره الطفوله، وكلنا بنعرف انه هاي الفتره هي تاسيس لمرحله لبعدين. صح. اليوم انا اذا قدرت اسس طفلي بشكل صح او طفلي عندي بشكل صح فانا ضمنت له مستقبل تكون هي خرج انها تواجه المشاكل اللي حتواجهها وتكون هي قادره تربي اولادها بالشكل الصح. خلينا نحكي عن دور التربيه الانثى داخل العيله. حلو. هلا اول شيء طبعا مثل ما قلتي انه المراه هي الحياه، يعني صح انه الرجل له دور، لكن دائما نحن بنحط عاتق المسؤوليه على المراه لانه هي التي تصنع الرجال. فاول شيء دورنا بتربيه اطفالنا وخاصه الانثى بالبيت انه نحن نشبعها حب واهتمام من طفولتها. لازم هي تحصل على الحب والاهتمام ببيتها من طفولتها وتاخذ ثقتها بنفسها، يعني ما تكون تربيتنا مخطئه. يعني نحن هلا بظروف اللي تعرضنا لها بسوريا، ظروفنا الحرب، استنتجنا انه كثير ضروري يكون الشخص ببناء شخصيته من الاساس متعلم شيء اسمه الصبر، تحمل مسؤوليه، قدره على تجاوز المشكله باسرع وقت. هدول ما بيتعلمون هلا. صح. يعني اللي ما كانوا متعلمين هدول التدريبات والمهارات الحياتيه الكثير قويه عانوا، والبعض اضطر انه يلجا لاستشاري نفسي والبعض لادويه نفسيه لحتى يقدر يواجه الحياه. فنحن دورنا كامراه مرقت بهي الظروف، لانه دائما الحرب تخلق اما انسان عدواني شرير او بتخلق عنده حكمه يعرف كيف يتصرف في الحياه. فهلا نحن صار دورنا كنساء اكبر. الدور الاول انه انا اعطي حب واهتمام لابني وبنتي وبلش عودهم على تحمل المسؤوليه، يعني مو هالحنيه الزايده، اتركيه يوقع، اتركيه يوقف لحاله، بس حسسيه انه عنده قدره انه يكمل الطريق، يعني دائما نلفت نظر ابننا للشيء الايجابي اللي عم يعمله، الشيء السيء ما كثير احكي فيه لما اعمل عنده عقده نفسيه، بالعكس كل ما هالقصه انه دائما اقول له عادي نرجع منوقف مره ثانيه. فهون مسؤوليتنا صارت كثير كبيره. نعم. طيب سلوى، نحن اليوم لما عم نحكي عن دور المراه بتنميه المجتمع بدنا نحكي عن المراه نفسها ايضا. صح. اليوم يختلف هذا الوعي ووجوده بالمجتمع نفسه. صح. بين طبيعه هي المراه ان كانت هي اصلا باسره تؤمن بعمل المراه، تؤمن بدورها بالمجتمع، فهي رح تطلع منتجه بهذا الدور. صح. اما اذا كانت هي اصلا مهمشه باسرتها فبالتالي رح تتعامل مع بناء اسره اخرى بنفس الطريقه. فخلينا نحكي اليوم كيف نشتغل على المراه ووعيها. تمام. وان كانت للاسف ببيئه في بعض الاحيان ليست بيئه صحيه. تمام. هلا لما كانت طفله حكينا كيف نحن ما بنخليها توصل لهالمرحله اللي هي تكون انسانه انهزاميه أو مهمشة، ما بتعرف شو دورها، ما بتعرف شو حقوقها، ينقصها الوعي، بتحسي أحياناً بعض النساء المرأة قوة جبارة، بتلاقيها عم تعاني من الضعف، عم تشعر إنه هي بحاجة، لأنه هي اللي بتعطي الدعم، وهي اللي بتعطي الحب، وهي القوية. رغم إنها هي حدا كثير ضعيف أحياناً بتكون يعني بس بتواجه القصة. صح. طيب، هي المرأة اللي هي خلينا نقول كانت مهمشة، هون بقى بيجي دور الرجل. إذا كان حابب فعلاً أنه يساعدها ويسانده أنه يقوي هالسيدة اللي هي شريكة حياته، خاصة أنه شايف هو الحياة ما عادت سهلة مثل الأول، ويعطي هالأمان وهالحب لإلى أهلها أصدقائها. كتير ضروري أن تشوف أصدقاء إيجابيين. دور المدربين، دور الجمعيات، دور المؤسسات، دائماً أنه نعطي دعم للمرأة، دائماً نعطيها دعم أنه أنت عم تصنعي. نحن بهي المرحلة ما نفوت بمرحلة تذمر، يعني بس شكوى 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 شكوى، ما بنعمل شيء من خلال الشكوى، إنما نحن لازم نتحرك. فأول شيء لازم يكون في دعم، والمرأة كيف تحصل على الدعم؟
دائما بنقول خلي حواليك ناس بتحبك، الاصدقاء بيعطوها دعم، يعني اربع صديقات رائعات بيقووها كثير، بس مو بدنا تنقي اصدقاء صح أربعة. هي كثير وقت بدها تلاقي هي زرقت واحده منيح بهذا الوقت. ونحن لازم دائما يكون حوالينا ناس تقوينا، تعطينا القوه، تعطينا الثقه، لكرمال هي ترجع تقوي حالها من اول وجديد وتشحن نفسها من اول وجديد لحتى تقوم بدورها، ما تكون مهمشه، لان اذا كانت مهمشه وبنفس الوقت هي إنسانة بس عم تعاني وأحملت أولادها، إذا عندها ثلاث أولاد تخيلي ثلاث أولاد، كل أسرة إذا بدها تهمل ثلاث أولاد، كم شخص عنا صار بالمجتمع ممكن يسيء للمجتمع ويسيء للبلد؟ لا يمكن تنهض، خاصة نحن هلأ بحاجة لننهض ببلدنا، اللي بينهض ببلدنا هو الجيل الجديد، فالجيل الجديد إذا ما أنشأنا نشأة صحيحة وما خلينا عنده انتماء حقيقي لبلده، حب لأنه يصنع شيء، صار زرعنا فيه الأمل، فنحن بمئة سنة يمكن ما منتغير. صحيح. تمام. هلأ نحن اتفقنا على نقطة إنه التربية داخل المنزل الأهل. تماما. من بداية الطفولة هي الأساس حترسم لها مسيرة حياتها فيما بعد. اليوم المرأة كيف قادرة تربي هدول الأطفال اللي عندها وتكون هي يعني تعلمهم كيف يكونوا على قد المسؤولية، تعلمهم يكونوا أنهم أصحاب إرادة وقرار، وخاصة المجتمع الشرقي ونحن بنعرف قد ما كان في تطور قد ما صار في انفتاح سلمى، بتحسي دائما في حواجز، يعني في نظرة ما عم نقدر أن نحن نقدر نتجاوزها. صح. فاليوم كيف قادرة هاي المرأة والعكس صحيح إذا ما قدرت شو ممكن يصير؟ أول شيء لازم نآمن أنه جواتها قوة جبارة. نحن أهم شيء هي بعملية التربية المرأة لما بتكون زعلانة ونفسيتها تعبانة وفعلا هي عندها معاناة، للأسف من السيئات أنها تبص هالمعاناة بتربيتها لأولادها، يعني تبلش هي تعصب تعيط تحكي عن الظروف تتقاتل هي وزوجها قدامهم، فنحن هاي الصور اللي عم يشوفوها الأولاد بتخلق جواتهم عدوانية، يعني هذا الولد بالمستقبل حيعمل نفس المشاكل اللي شافها بالبيت. فكرمال أنه نحن تتذكر دائما إنه هي أعظم حب بحياتها فعلاً للمرأة، أعظم حب بحياتها هو أولادها، فتتذكر إنه هي إلى تأثير كتير كبير بمجرى حياتهم، مو كلمة، الولد بيتأثر بكلمة من أمه أكثر ما يتأثر بمعلمه، أكثر ما يتأثر بوالده، أكثر ما يتأثر بحدا، فبدها تقوي نفسها. بالنسبة للمجتمع إنه نحن عم يكون دورها في نساء مطلقة ومع أولادها وقوت وطلعت فيهم، في نساء أرملة ما موجود زوجها جنبها، فهذول النساء قدروا يوصلوا حتى على يعني على من قدم التاريخ من زمان، المرأة اللي عندها ثقة بنفسها واللي بنيت بناء صح عم تعرف تكمل، فنحن عم نقول المرأة اللي ما عندها هذا البناء واللي بتخاف، هالوقت اللي أنت عم تقضيه حضري محاضرات بالمراكز الثقافية المجانية، حضري بالجمعيات، اطلعي، اسمعي، حضري على البرامج الصباحية، اسمعي وعي. وحاولي دائما انك تنهضي بابنك بدل ما انك تخوفيه، نحن هلا مثلا من خوفنا من المجتمع، من خوفنا من الولاد اللي بالطريق بنصير عم نضيق على ابننا، نحن ما بدنا نخوف ابننا، بدنا نعطيه ثقه وبدنا اياه يتعلم انه يعمل شيء، وبنفس الوقت صار عندنا مهمه جديده، كنا بالاول نشتري لاولادنا شو ما بدهم، هلا بسبب الظروف ما بنقدر نشتري، المهم هي النقطه تمام، ما عم نقدر نشتري شو ما بدهم، حلو كثير انك تعلميه حافظ على غرضه وانه مو غلط ماما اني اجيب لك هيك، حلو انه انت تقولي له مو ضروري تشتري بالمدرسه، تعلميه انه يحس بزميله ورفيقه، انت ما عم تقسي عليه، انت عم تعلميه شيء انت عم تصنعي رجل. هو نمط حياتي، يعني نحن دائما لما بنجيب حتى السيدات اللي بيشتغلوا باعاده تدوير بهذا الوقت، نقول لهم نحن ما عم نحكي انه هي والله شيء لطيف ويلا انا عم بعمل مفرش طاوله ظريف ولطيف، لا نحن عم نحكي عن ثقافه. صح. بالنهايه هي اعاده الانتاج هي ثقافه. صح. ودائما تلعب المراه دور كبير فيها اعاده انتاج نفسها احيانا. تماما. خليني احكي عن هي الفكره، دائما بنقول لازم ما نساوي، لازم ما نعمل، لازم ما يكون هيك وما يكون هيك، طب ليش انا ما اخليها هي تتقبل نفسها بالاول بكل شيء مشاكلها وعيوبها واخطائها لتقدر تتقبل الواقع وتتغير. صح. لانه بالنهايه اذا ما تقبلت نفسها بالواقع اللي هي عايشه فيه وتاقلمت ما رح تقدر، وهي معضله كثير بنشوفها تمام. حاليا هي لك نحن دائما باي مشكله عندنا انماط متعدده للناس، لما بيتعرض الانسان لمشكله او مصيبه اول شيء بيعمله هو عدم التقبل، بضل بيتذمر بيقول لك الحق على فلان والحق والحق، المهم انه بده يهرب من المشكله. فاول شيء نحن دائما بنقول هالتذمر والشكوى ما حتفيدك، ممكن تتذمر من هلا لعشر سنين وبعدين
ما حيصير شيء. يعني من بداية الحرب نحن منقول يا الله الحرب يا الله الحرب، طب صار عنا ظروف ما بعد الحرب، معناته نحن خلينا نكون ناس أقوياء من الداخل. خلص أنا الظرف الراهن هو كذا، الظرف الراهن اللي أنا هلأ فيه يعني النق ما رح يغيره أبدا، ما بيعمل شيء. الكل ما نحن تزمرنا شو بيعمل نفسياً. بكل اللي بيعمله أنه أنت عم تدخلي هالمعلومات السلبية وتحطيها جوا، فجأة بتحسي حالك ما قدرت تضحكي، بتشوفي مسلسل فيه لقطة حزينة بتبكي إجهاش بالبكاء، هو مو على اللقطة، هو عم تبكي حياتك بس قطع. يعني هو حرك عندك شيء بالداخل، فكرمال أنه نحن نطلع من هالقصة بحاجة أنه نضحك، بحاجة أنه نشوف كوميديا عن جد، نضحك نتذكر أي ذكرى حلوة ونضحك. يعني مثلا بتقلك مثلا هلا بدي مثلا عيد ميلاد ابنها، مو خرج اعمله، ما تعملي شيء، كاسه شاي، تحكي انه شوف كانوا من زمان يعملوا كيك وكذا، شوف هلا واو ضحكي. يعني انت صناعي، انت صناعي، انت صناعي الضحكه. يعني بدها هي تحب حالها، لازم تحب حالها انه بتستحق الحياه. هالعمر عم يمشي، فاما بيمشي ونحن منكدين وعندنا مرض نفسي ونوصل لمرحله ما بتحسي حدا جنبك، او انه انت عن جد بتقرري انك تاخذي قرار بحياتك انه يمشي وانت مبسوطه. عادي، خلي امورنا كثير، يعني مهما كانت المشكله اللي عم نتعرض لها لازم نوثق بحالنا ونحب الحياه. الرغبه بالحياه، الرغبه بالبقاء موجوده عند كل البشر. لو انسان عم يغرق بيعمل المستحيل لحتى انه يوصل. فان القصه انه نحن كامهات السيدات، الام مو بس الام، المراه بشكل عام بتعطي أمل للي حواليها، بتعطي أمل لأقرباء لصديقاتها، هي طبيعتها هيك، طبيعتها عندها حنان. تلاقي رفيقتها مثلاً عم تبكي فوراً بتحضنها، فوراً بتحس بتحكي معها بهدوء ولطف. المرأة بطبيعتها هي عندها قدرة على الدعم، سبحان الله عندها هالقدرة على الدعم النفسي. فنحن أول شيء ندعم حالنا، وعندها قدرة بالدعم، وعندها قدرة عن جد إنها تقوم حدا في إيدين عليها وقت البدأ وقت بدها تنظم شيء بتنظمه. كيف لما مرأة بتكون عم تنظف، حنحط مثال كتير بسيط، وحدا فات مثلا بده إذا عسلة، كيفك بتتحول فورا؟ هاي فوبيا، هاي القصة فوبيا. لأنه وقت بدها شيء بتقدر. فنحن المغزى أنه يكون عندنا هالثقة بحالنا والرغبة بالحياة وندعم نفسنا، ما نسمح لأنفسنا أنه نوصل لمرحلة من الكآبة والضعف الشخصي، وخاصة إذا كان شريك حياتها ما نداعم إلها. هي ألم شديد، شريك حياتها مدعم إلها وهي عم تنحدر للأسفل بالمشاعر السلبية، مشكلة بدك ترفعي حالة الحمل كتير تقيل عليها. تمام. كل شيء حكيتي مرتبط بنقطة واحدة وهي التدريب. صح. يعني اليوم أنا كرمال أني أقدر أعمل شيء اللي عم تقولي أنا مفروض تكون مدربة، صح على هاي القصة. صح. ذكرتي قصة أنه بلشت الحرب وبلشنا نقول الحرب، ما كان عندنا نحن ثقافة تدريب لمواجهة هيك مشاكل بحياتنا. يعني كان المشهد السوري العالم تفاجأ انه شو عم يصير. صح تماما. ما عندنا هذا الاساس بالتدريب، ما عندنا مهيئين. اليوم قد ايه العلاقات الاجتماعيه عم تاثر على المراه؟ يعني عم تقولي لي رفيقتها والضمه وهدول القصص، عم تشوفي انه عن جد العلاقات الاجتماعيه بعدها مثل الاول؟ يعني لسه في هذا الصداقه لسه خلي، يعني اكيد ما خليت القصه. لا لا. يعني أكيد. ولكن قد ايه الصدمات كمان عم تاثر سلبي عليها. حلو، خلينا نقول للاسف من الجو المشحون بشكل عام والظروف، دائما رغبة الإنسان بالاستمرار بالحياة إما بتخليه إنسان مضحي معطاء أو عدواني. صح. صارت الناس ما عادت مثل الأول عندها المودة، يعني بدل ما نتغاضى عن بعض ونعذر بعض صرنا منوقف على الوحدة، فعم تصير مشاكل. هيك عم نقول كتير ضروري يكون عندنا أصدقاء واعيين. كلمة واعيين مو كلمة، يعني نقرأ. يعني هلا نحن بفتره الحرب اللي تعرضنا لها اكتشفنا انه ما في غرض بالبيت فينا نقول بدنا نكبه، كل شيء عم يجي وقته نحتاجه. اكتشفنا كثير قصص تغيرت. يعني هلا انت لو ترجعي نقول لكل واحد سجل 10 اشياء تعلمتها بهالحرب، او لو رجع فيك الزمن لورا شو ممكن تعمل؟ كثير غيرت مفاهيمنا وافكارنا. وبتقولي انا مثلا كان المفترض انه اهلنا يربونا نكون اقوى، كان المفترض انه نحن نعرف انه ما بيكفي شهاده واحده، لازم شهاده ونتعلم شغله ثانيه، لازم يكون عندنا هالمرونه. ما كان عندنا هالمرونه، يعني اشياء كثير بسيطه. كان الشخص اذا صارت معه المشكله يبطل يروح المشوار، هلا ما شاء الله عم يقدر، طلع عنده قوه جباره انه يستمر. ليه عم نقول قوه؟ ليش ما بنقول انه هو يعني نحن وصلنا لمرحله انه لا مبالاه، يعني صدمها. في فرق صارت بين القصه انه لا مبالاه والقوه، هي تماما اللا مبالاه
اللي صارت بالعلاقات للأسف. هذا هي مساوئ الحرب، هي من المساوئ اللي صارت عنا عدم الإحساس أو ردود الفعل الباردة. ردود الفعل الباردة، رفيق تزعل تزعل، يعني بدل ما نصير أحن ألطف أكثر دعم لبعض هيك ما منخلص. معناتها الحرب هيك ما منخلص أستنى. تماما لا، وهيك ما منخلص صح. يعني ما منوصل لمرحلة نكون عايشين بأمان وسلام. الحل الوحيد إنه نحن عن جد نكون داعمين لبعض. كيف داعمين؟ داعمين بالكلمة بالوعي. يعني أنا لما أكون عندي جارة شايفتها أنه هي من عصبيتها عم تتفشش بولادها وهي ممكن تسمع مني، إلا أنه أنتي ليش أنتي تعبانة؟ ليه عم تتعبيهم كمان؟ صح، يعني أنتي تعبانة. سلمى شو علمتك الحرب هيك بجملة؟ يعني الله شو يعني كتير مهم هاي النقطة اللي حكيتيها، يعني كل حدا فينا يلخص بسطر يعني السنوات اللي مرقت بحياتنا غيرت كتير فينا. تماما، يعني أول شيء أكيد ما فينا نقول للإيجابي، يعني تمام علمتني إنه ما في شيء ما بيتعوض، كله بيتعوض إلا العائلة فقط لا غير. يعني لأنه بهي الحرب ممكن تخسر كتير شغلات وترجع تبلشي من الصفر. تمام. ويمكن هذا الشيء لمسناه نحن بأي مكان كنا نروح عليه. في ناس كانت أصحاب صح. معامل صح. صارت صبي صح. بقلب ورشة. في صح. ناس فقدت البيت وفقدت كل شيء. أصعب شيء هو فقدان العائلة، ولكن أي شيء تاني بتعوض ما دام نحن موجودين وبصحتنا، فبنقدر نعوض أي شيء. فيكي كمان تقولي إنه علمتنا ما نزعل من حدا لأنه بلحظة ما منعود نلاقي. هاي الفكرة أنا بدي أقولها، إنه بتحسي إنه بعد هالأحداث اللي صارت صرنا نقول إنه كل شيء بيمرق. وعلمتنا ما نحكم على الناس من الظاهر والمظاهر. علمتنا انه كثير عادي انك تطلعي مستعجله بلا ميك اب وتلبسي ثياب رياضه وتطلعي. علمتنا نلاقي عذر لاي حدا، ما عدنا استغربنا اي شيء، صار كله طبيعي. بس هو اللامبالاه اللي وصلنا لها اللي هي مؤسفه، انه صرنا احيانا حتى ننصدم انه الناس مثلا عم تعصب على بعضها من اقل نكشه. صح، فطول الوقت انه كثير انفعاليين مقهونه مضغوطه. اها تمام، يعني هذا اللي نحن لازم نتدرب عليه. لهيك نحن دائما بنقول المرأة يمكن تعودنا انه هي صدر الحنون، هي تماما بقلب البيت، سواء تماما كانت ام او اخت او حتى معلمة زوجة، او هي موجوده بحياه اي حدا من الناس. بس تعلم انه هي بتكون الحنون. قد ايه نحن بحاجه اليوم كمان لنرجع نحكي شوي عن طاقتنا الداخليه، كيف صح كيف نحن بنقدر نتعامل نقويه، لانه نحن كنا عم نحكي تحت الهواء قبل ما نبلش انه بظل هذا الوضع القاسي صرنا بحاجه انه نكون تماما حناين على بعض، صرنا بحاجه نرجع نحس بالصفات اللي موجوده بالانسان. تمام. الحنيه الرحمه. تمام. هو شو بيختلف؟ نرجع انسانيين. هو شو بيختلف يعني كانسان اذا يعني ما كان بيمتلك هاي الصفات؟ تمام. يعني خلينا نقول اهم شيء نحن انه نتذكر شغله مهمه، الشكوى والتذمر ما بتجيب نتيجه. صحيح. مو مشان شيء، لانه نحن قد ما قعدنا نحكي شكوى، لما مثل انساني مثل متقاتله مع زوجها طول الوقت عم تحكي عن المشكله، شو بصير؟ بتزيد صح. وبتزيد عصبيتها وكلها بتشعلت. تماما، بتشعلت القصه. فنحن بدنا نقول انه كثير ضروري نعمل شغلات كثير بسيطه. مثلا هلا نحن الطقس ماله مناسب، بس يعني مثلا وقت بيكون في شمس نتعرض للشمس بتساعد على معالجه الاكتئاب، بتساعد انه نحن نكون مرتاحين. الفئه بكير قدر الإمكان نحاول نمشي ولو نص ساعة. المشي بدون ما أفكر بشي، بس مشي. دائما خليه عندي إيمان إنه كل مر سيمر. ما في يعني كل الأشياء بتبلش صغيرة إلا الألم والحزن، ببلش كبير بيصير صغير. يعني خلص كل شيء حيمر. نتذكر شغلات كانت مضايقتنا خلص انتهت تماما، وكل شيء إلى زوال. يعني حتى الإنسان بيكون معه حدا بيتوفى وبيختفي، فكرمال هالشي خلي عندك أمل بذاتك، خلي عندك أمل بالحياة. امشي نص ساعة، حاول إنك ما تلجأ لأدوية الاكتئاب. خلينا نرجع للأعشاب، خلينا نرجع أكلنا هيك على الهدى. خلي عندك إحساس بالآخر. يعني مثلاً عصبت لقي له عذر، ضايقت في شيء مثلاً لقوا عذر. نحن كتير يعني محتاجين حتى لفلسفة التغاضي بالتعامل، فلحتى نحن تقوى طاقتنا. بس نتذكر انه هذا التذمر ما رح يجيب لنا نتيجه. ببساطه لازم انا عن جد اني اقرب من الناس اللي بحبها، اتذكر ذكريات حلوه، شوفي صورك وقت كنتي هيك رائعه. أيه. وكذا. أكيد. عيد الذكريات. ما نعمل شغلات تضايقنا، يعني مثلا من الشغلات مثلا بضايقوا حالهم، مثلا وحده عملت حفله ما بعرف شو بتضايق وبتقارن، بعد عن المقارنه.
بعدي عن المقارنة. كل حدا له معيشته. نبعد عن المقارنة واتذكر دائما انه هذا الانسان اللي انا شايفته كثير سعيد يمكن عنده مشكلة. ودائما اتذكر انه اكبر نعمة هي صحتنا ان شاء الله، يعني كلنا يعني نكون عندنا صحة. نختصر الاجابة الاخيرة انه الحدا يكون مقتنع بحاله بشخصيته ويقوي حاله. خلينا هيك نمرق بشكل سريع على اهم العناصر اليوم. قديه المهم الصبية تكون تكفي علمها كرمال بالمستقبل تكون ضامن اي شيء بيصير مع اي ظرف ممكن تفشل بعلاقاتها الاجتماعيه بعلاقاتها الزوجيه صح تكون على قد المسؤوليه طبعا. بشكل سريع سريع. هلا اول شيء لازم نقول انه خلينا نحط ثقافه اقرا، تعودي انك تقري، ولازم تكمل المرأة دراستها، ما كملت دراستها تتعلم مهنة بالإضافة لقراءة، يعني هي بيكون عندها وعي. موضوع العلم والشهادة والعمل صار أساسي على العمل بحياة المرأة، ما عادت المرأة مثل الأول والله تقول إنه أنا بدي أقعد بالبيت، لأنه بلحظة احتاجت إنها تكون عم تشتغل وبلحظة احتاجت إنها تكون معيلة لزوجها، فكتير مهم إنه نحن نتعلم ونشتغل. وأنا بالإضافة لعلمي اتذكر أنه هي المرأة اللي عم تطلع الصبح بكير على شغلة وترجع تطبخ وتشوف أولادها عندها قوة جبارة. صحيح. فدايما نذكر نفسي على جميع الجبهات على جميع طبعاً. الجبهات هذا الملخص اليوم لازم نرجع نذكر. نحن اليوم حكينا عن المرأة لأنه المرأة هي لها دور كتير كبير ومهم بالمجتمع. يعني بختام حديثنا بدي أشكرك كتير على وجودك معنا سلوى عرنوس، خبيرة في مهارات الحياة وأيضا الوعي الأنثوي. شكرا كتير لك. شكرا لك وعلى هالطاقة هيك الحلوة حبيبتي. تسلمي. 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 ت